يلا حيهم يا مرحبا. الله يبقيك ويسلمك. اول شيء مرحبا بكم جميعا، والله اني صادق. الله يبقيك. لا انت يا خالد، لا انت. مرحبا بكم، والله اني صادق. الله يبقيك. اليوم دشنا الجلسه هذه ان شاء الله، الله يجعلها جلسه عامره بالخير ان شاء الله وبالفائده. الله يبقيك. بوجودكم جميعا يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك يا ابو عبيد. طبعا بعطيكم معلومه عني، انا شخص ما احب الشيء الثابت، دائما احب التطوير، والجلسه هذه جلسه الجميع، واللي اوعدكم به ان شاء الله فتره عن فتره بتشوفون تطور، بتشوفون شيء احسن بإذن الله. كل يوم بتشوفون شيء افضل باذن الله. عليكم السلام. يلا حيهم يا مرحبا. يا مرحبا ومسهلا. يلا حيهم. يا مرحبا. يا مرحبا ومسهلا. يلا نحييهم. ايه يا مرحبا. صاحب سعد. لا 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 الله يحييك. تابقوا وتحيا. الله يهينك. خير يدوب يا مرحبا. مرحب. خذ راحتك مره. الله يبارك فيك يا مرحبا. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم. الله يجعل بيتك الله يجعلها جلسة عامرة تبالا. ارحب يا ريا. كفوك الطيب. على كل حال ابو عبيد، ترى جينا كلنا عشان نتدشين ولا عارفين شروط الجلسه. والله اللي مرحبا. لا بالعكس بالعكس، الجلسه ان شاء الله ترحب بالجميع بدون شروط. كل يوم كل يوم لنا شروط، لنا طريقه ولنا تغيير. الله يكفو. انا اقبل اقول للشباب واقول لكم ما ادري عمرك لا تجلس. انا يا الربع انا شخص دائما احب التطوير، والجلسه هذه مستحيل. لا 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 مستحيل تقعد على ذا النظام، لازم كل فترة كل أسبوع كل خمسة أيام كل ثلاثة أيام في شيء جديد، في فعاليات إن شاء الله موجودة. والله المهم أنت مهيب. جالك تسلم. فانتظروا إن شاء الله شيء يعجبكم، ومثل ما قلنا إن شاء الله أنها جلسة دالة على الخير، فيها فائدة لنا وللمشاهد وللجميع بإذن الله. يا الله طيب أعمال. مرحبا. وفي تدشين مسوينها الربع أبيات ناصر بن قمرة. سلام. وداء الشباب. على عرس بيض الله وجيهم، صح الله لسان شعرها وصح صوته اللي بينشف. وانت تستاهل والله. يبقى تستاهل ابو عبيد. تستاهل خير. ارعي ابو حسين. ايوه قام ابو حسين جاب لنا اهم شيء. مسؤول الكرك. سلام. سلام. بالرحمه. الله يبارك فيك. انت الابيات ابياتك، واتمنى انك تقول الابيات قدام. لا قدام تتشي. ابشر على خشم. اتمنى انك تعدها بالنيابه عن ابو عبيد. الله يحييكم. مرحبا ترحيب الحياه. الله يحييك. يا مرحبا مليون عند المهيب. ايه. ترحيب بني صافح حنان السماء. الطيب اللي زود الطيب طيب راسه على كسب الجميل احتمى. عليك الجود جميع. صح لسانك يا مسعود. اسلم. مرحبا مليون عند المهيب. ترحيب بني صافح حنان السماء. الطيب اللي زود الطيب طيب راسه على كسب الجميل احتمى. يا مرحبا مليون عند المهب. ترحيب بني صافح حنان السماء. الطيب اللي زود الطيب طيب راسه على كسب الجميل احتمى. صح لسانك يا ابو سعود. صح الله لسانك يا ابو سعود. صح صوتكم يا الربع. سلطان السمي، نواف بن منصور، وخالد بن عبيد. والله يا ابو حميد. والجلسه هذه جلسه ما بحقك بيتين. الجلسه هذه جلسه الجميع. والله المكان رسمي خلاص ان شاء الله باذن الله. وطبعا كرك ابو حسين دائما هو اللي ابو عبيد. هذا اسمه كرك عجيان. بيض الله وجهك يا عبيد على ذا الجلسة. ابو عبيد مدها في القناة وبرا القناة. يستاهل. ابو خشمان وينه؟ ابو خشمان والله مشتاق من جلسة إلى جلسة. وفي حال على الفرة في الجلسة دي في الجلسة دي. خشمان هو اللي ضبط لنا القهوة. ابو خشمان ما يرتاح لين يشتط. أولا الله يبيض وجهكم. وجهك يا ابو. وما قصرت ولا على الجلسات. ولا على تنويع اللوكيشنات. الله يبيض وجهكم. عز الله انكم كاسبينين فينا جميل. لا اهل الجلسات ولا اهل السوالف ولا اهل الضحك. الله يبيض وجهكم وما قصرتوا. احنا نبي اسبوعك بيض الله. بيض الله وجهكم وبارك العجيان تجين للجلسه. وباذن الله انها عامره والله يطول عمرك. يبيض وجهك. وجهك ابيض. ابغى ندشنها قبل يطلع عجيان ابراهيم. اي طلع عجيب رايم. ابشرك تدشنت. زينها تدشنت. داري انها يلا يوم انها جات. ابو حسين اسلم. في نفس المكان هو يدشنها قبل. ايه
شوف شوف مكان رسمي والجلسات وصارت وكل شيء يوم خاص مع المندوب شوف يطلع برايه شيخت حاتم مروحك انا واجهه يوم جات سكرت الغنى وبالشيخ لعبه منه عبد العزيز اسمي شقا في 800 دخوليه في شيخته ما اللي عقبه في احد عقبه بعد شوف دخوليه شوف الدخوليه ذي دخوليه الشيخ ذي الشيخ ذي باذن الله انها مباركه وزعت لوكيشنات توزعت لوكيشنات جلسات جديده جلسات جديده من اول ما استلم الشيخه امس جلستين واليوم الثالثه ودخل دخوليه واحده الرابع حقت زايد اليوم اليوم عز الله بيض الله وجهكم جميعا عز الله العظيم يا نواف وثلاثه هناك نواف والله العظيم يا النجاح مو بلي الحال ان لكم كل ابوكم جملتوني الله يبيض وجهكم ولا قصرتوا نبغى في كل نبغى في كل نبغى في والمعاونين الله يبيض وجيههم ونبغى في كل زاويه واحد ندش له جالس انت كل شيء شيخ الا لو ربي يفكك من جاي والله لو تدري يا رجال اسمع 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 والله العظيم والله العظيم لو زايد مو معاون عندي ومنعوني منه اني الغي شيخ كفو ابوك الطيب عشان تدري عشان يبين لك كل شيء يكون كل شيء بالصوره امام المشاهد وامامك شو اسمه العب وصل الكلب العب اسمع اسمع العب العب ابو خشمان ايوه نواف منصور رجع الله يبارك فيك ابو خشمان بسم الله وخويا تقدمك بستة كندر واحد مالتيزر بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك الله يحييك بيض الله وجهك ابو مسهر صدر صدر الله يهديك الدنيا مرحبا يا مرحبا بيض الله وجهك هو اصلا ترى ماخذه من درجك يا ابو سعود بيض الله وجهك بيض الله وجهك احنا نطيب من طيبك ابو سعود يا عيال طيب خذ المركب خذ المركب حياك حياك ابو سعود اقولك يا شيخ الفاضل والله انت عظيم يا عيال لا لا عديان اول قرار عدم تقاطع الاصوات لا ما عليك اليوم مسموح اليوم مفتوح ها اليوم مفتوح اي صوت تذكر اليوم المفتوح هو اليوم ذا هذا هذا لا تحرك يا مسلم لا تحرك فاقول لك يا هوست رجاء 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 يا شباب عشان نبين بس الصوره لابو ماضي تسلم هوستنا فاضل عجيان حارب حارب لاجلك يا ابو ماضي قال لازم لازم اسوي الجلسه ترى الجلسه مو عشانه وعشان يبي لا عشان شيختك عشان شيختك انا اقول صحيح سلم عليك يا ما والله انا سويت كل فن عند المهيب كل فن عند المهيب اضافه على الكلام وباذن الله بيكون في تدشين عمل لي انا وخاص في 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 عهد ابو ماضي يا سلام ابو منصور وابو عبيد لا معمل الشعر صحيح وانا عندي